النهضة في تونس عندما كانت في الحكم وتجربة الإخوان في مصر؟ الوضع في تونس يختلف عن الوضع في مصر. ربما الذي نقص في تجربة الإخوان هو عدم قراءة نتائج الانتخابات بشكل جيد. الذي يفوز ب 51% يجب أن ينظر لا إلى 51% ولكن خاصة 40%، هو تقريبا نصف الشعب يضاف إليهم الذين لم يصوتوا للفائز وإنما صوتوا ضد الخاسر، وبالتالي فالنتيجة تصبح أقل بكثير وتدفع إلى المزيد من التواضع، ولكن خاصة إلى الانفتاح والبحث عن قاعدة أوسع للحكم كما فعلتم أنتم في النهضة هنا. نحن بعثنا عن قاعدة أوسع حتى من التي وصلنا إليها، نحن مددنا أيدينا للجميع. البعض العلمانيون المعتدلون أقبلوا إلينا وشاركونا في الحكم، ولكن البعض الآخر كان يعرف صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد الثورة، ويعرف أن سقف الانتظارات هو أعلى بكثير من القدرة على التحقيق وعلى الإنجاز والتنفيذ، ولذلك نظروا إلينا، ولسان حالهم ولسان مقالهم أحيانا يقول: تريدون الحكم؟ تفضلوا أرونا ماذا أنتم فاعلون. نقل أيضا عنكم عبر وسائل الإعلام أنكم نصحتم الإخوان في مصر، هل هذا صحيح؟ صحيح، وآخر نصيحة كانت 10 أيام قبل الانقلاب. اتصلنا يسمونه انقلابا، هذا اسمه السياسي والقانوني. عملية إنهاء حكم جاء عبر صناديق الاقتراع بطريقة قصرية وببيان يتلى على شاشات التلفزة، هذا لا يمكن أن و25 يناير تسمونه انقلاب؟ يعني عندما انحاز الجيش أيضا إلى الشعب؟ لا.